برحب بحضراتكم. فقرتنا الأخيرة في البيت الكبير مع واحد من نجوم النادي الأهلي الكبار السابقين اللي شرفونا طبعا قبل كده، وكانت ليهم الحقيقة بصمته الواضحة مع الأهلي على مدار سنين طويلة. النهاردة بنتكلم معاه عن مباراة الأهلي مع فريق سونوديب بطل النيجر وتحليله الفني الخاص طبعا من كل الوجوه. كمان هنمر معاه على كل ما يهم النادي الأهلي في الفترة الحالية. النهاردة في البيت الكبير كابتن خالد جدل اللي بنستمتع الحقيقة دايما بآراءه التحليلية ورؤيته الفنية. يا كابتن خالد أهلا بيك في بيتك. أهلا بيك يا سيام، وأهلا بيك يا هاني. منورنا يا كابتن بجد. منور بيكوا وسعيد بيكوا على طول. ربنا يخليك يا كابتن دايماً. منورنا دايما في البيت الكبير خليك. ودايما ليك رؤية فنية مختلفة شوية، يعني حضرتك مدرب كبير ويمكن خبراتك كلاعب وخبراتك كمدير فني ومدرب كبير بنستفيد منها كلنا. حضرتك اكيد تابعت النهارده مباراه النادي الاهلي مع سوني ديب في اول مشوار ان شاء الله النجمه العشره، شفت المباراه ازاي يا كابتن؟ هو طبعا الف مبروك لفريق النادي الاهلي ومبروك علينا للفوز بلقاء خارج ملعبنا. أيه. ولقاء صعب مش من ناحيه ان احنا بنلعب فرقه جامده، فرقه متوسطه المستوى، فرقه سوني ديب بطل النيجر، ولكن الظروف الخارجيه من ناحيه الملعب، من ناحيه الجو، من ناحيه الكورونا، من ناحيه التحكيم، كل دي ظروف لازم. غيابات برضو مؤثره شويه. الغيابات معلش انا يعني اتفضل. طبعا النهارده الناس كتير قوي اتكلمت في الماتش، فانا لازم اقول كلام مختلف يعني مش هعترض. دايما بتقول كلام مفيد يا كابتن بجد والله. هو يمكن الغيابات النهارده او اراحه اللاعبين كان من سببها الاساسي مباراه الزمالك اللي كانت هتلعب يوم الاثنين، يعني ده سبب رئيسي من الاسباب. انا طبعا في حاجات الواحد بيحسها لان ده شغلنا صحيح. ففي مباراه زمالك يوم الاثنين ملعب وحش، انا مش عايز اغامر، وفرقه برده مستواها الفني مزبوط. متوسط، فمش عايز اغامر بكل الاوراق الرابحه اللي عندي، فيعني في فرصه كويسه ان انا اريحها، مثال علي معلول يعني، مش عايز اجيب اسامي، ولكن هو ده كان الاساس. ولكن في نفس الوقت احنا كسبنا بقى من منطلق التفكير ده، احنا كسبنا ان احنا في فرص اتخذت بالنسبه للعيبه جديده، لعيبه لعبت اول مره، هتدي فرصه للجهاز الفني ان هو يحكم على مستواها واحنا نحكم على مستواها. وانا برضو في لعيبه انا من هنا عايز ازقها شويه، يعني لازم يشدوا حيلهم شويه. عشان زي مين يا كابتن؟ انا مش مهم مين، بس في لعيبه. انت مدرب كبير وليك رؤيه، وعلى فكره الانتقاد الايجابي محدش بيزعل منه يعني. وحيد محمود وحيد لازم شد حيله شويه، يعني مش يعني لو هو عايز يحط نفسه في الـ في الـ في الكورنر المنافسه مثلا مش هينفع، يعني لازم يدوس على نفسه، يدوس على نفسه شويه، لان فانيله النادي الاهلي كبيره. ومش اي يعني مش عايز اقول ايه، طالما انا ارتضيت ان انا البس فانيله النادي الاهلي يبقى مش هرتضي لنفسي ان انا ما يكونش لي دور كلاعب اساسي. فلازم اقاتل وادافع عن نفسي وعن مستوايا، واحاول ان انا اثبت نفسي بحيث ان انا لو نمت شويه هلاقي نفسي ان انا ملياش دور. ومع الوقت هتحط في حته تانية برضو مش كويسه. فلازم اي حد هياخد فرصه من خلال ان هو لابس فانيله النادي الاهلي لازم يدوس على نفسه شويه طبعا. ولازم يثبت نفسه شويه. صلاح محسن لازم يدوس على نفسه شويه، انت جاي ورجعت من اعاره وكنت بره بتظهر بشكل كويس، انا جيت النادي الاهلي لازم امسك بقى في الفرصه بس دي. دول يا كابتن خالد احنا بنتكلم على خمسه يمكن من اللعيبه اللي بيشاركوا لاول مره في البطوله الافريقيه، انا هاجي عند ده بالتفصيل، بس الاول عايز اتكلم عن مواجهه الاهلي مع سونديب. واحنا بنتكلم عن يعني مش بسبب قوه المنافس، احنا طبعا يعني بنتكلم عن ظروف صعبه حوطه النادي. يعني يمكن انا كمان يا جماعه مع اتنين من يعني من النجوم الكبار دلوقتي اللي عاشوا أسوأ من الظروف دي، يعني انا يعني اكيد عشت أسوأ من الملاعب اللي شفناها النهارده، اكيد عشت في مناخ. شفت انت كابتن سعيد الشيشيني وجمال سالم كانوا بيتكلموا، يعني طيارات كانت هتقع وفي يعني حاجات كتيره جدا، انا متاكده ان انتوا عشتوا اصعب من ده. بس انا بتكلم عن في ظل الظروف الصعبه دي اللي مر بيها النادي الاهلي النهارده، اثر بشكل على اللعيبه يعني وانت بتتفرج على الماتش، اثر عليهم بشكل طبعاً او باخر. الملعب اثرت بشكل كبير جدا. ما انا مش عايز اتكلم على الاداء او نقيم الاداء، لان ظروف ارضيه الملعب ما تسمحش بعرض كويس. ازاي التاثير ظهر؟ لا قول لي كابتن خالد التاثير ظهر بقى ازاي؟ يعني ازاي؟ مش بتكلم على نجيله، مش بتكلم على جو كره القدم يا سهام. الاستلام والتسليم طبعا، الباص وازاي توقفي الكوره، طب هتباصي صح ازاي وتستلمي الكوره صح ازاي مع سوء ارضيه الملعب دي في ملعب زي ده.
فمش عايزين نتكلم عليه، احنا نتكلم على ان احنا كسبنا ودي نتيجه كويسه جدا. وانا سمعت هاني في الانترو وانتوا في الاول ده الفوز رقم 40 للنادي الاهلي خارج ملعبه على مستوى القاره. اه طبعا ده حاجه تاريخيه يعني طبعا تاريخيه. انا افتكر بقى على ظل يعني في الظروف اللي كنا بنلعب فيها بره في افريقيا على ايامنا بقى في الثمانينات كانت ظروف اصعب من دلوقتي حتى طبعًا. من قبل هاني شويه يعني. وكابتن هاني كمان طبعا اكيد يعني لا انا مش عايز اعجز هاني ده بيحكي لا ما كانت الامور كان وكل ما ترجع لورا تكون الامور اصعب شويه. انا فاكر كنا بنلاعب ابالوهيا بطل كينيا في كينيا ده كينيا دي وكان الملعب غرقان ميه، الملعب مطر رهيب جدا والكره ما بتمشيش يعني عارف تيجي باص كوره على الارض هنا ما بتمشيش. كابتن خطيب طبعا بقى الموهبه الفذه الاسطوره الكبيره جه قال لي بص يا خالد احنا مش عايزين نعلي الكوره نلعبها كاننا بنلعب فولي يعني بص شوف الفكر وشوف الموهبه وشوف احنا كنا بنقدر نتغل يعني الكلام ده ما فيش مدير فني قاله لنا لا ما تلعبش على الارض العب الكوره حاول فكابتن خطيب كان بيجي له الكره بيرفعها لا بيرفعها من الارض يلعبها هو وقف على فخذ يلعبها وهي عاليه مش عايزين الكره بقدر الامكان ما تلمس الارض. فكانت الظروف طبعا صعبه جدا الله يكون في عون اللعيبه النهارده الملعب وحش جدا احنا من اهم المكاسب ان مفيش حد اتعور يعني اللعيبه طلعت كلها سلام الحمد لله والمكسب طبعا 1-0 خارج ملعبك ده يريحك كتير جدا ولكن احنا في الماتش الثاني باذن الله هنكسب بنتيجه كويسه ومريحه أكيد. لان طبعا اللعيبه بتاعتنا على مستوى عالي جدا وهتادي بشكل كويس جدا والفرقه الثانيه مستواها متوسط. انا بحييك اولا كابتن على النقطه المهمه جدا محدش قالها غير حضرتك وانا بتفق معاك تماما ان يمكن كانت الرؤيه في راحه اللعيبه لمباراه الزمالك اللي كان مقرر ليها انها تقام يوم الاثنين اللي جاي دي نقطه مهمه جدا. النقطه الثانيه اللي حضرتك برضو اتكلمت فيها ان ده استعداد بقى لعوده يعني عوده النادي الاهلي للدوري واحنا هنقابل مباراه اعتقد انها مباراه صعبه امام الاتحاد لكن خلينا بمباراه النهارده من رؤيتك الفنيه شايف كان افضل حل ان احنا بنلعب بثلاثه في نص الملعب ديانج وحمدي واكرم لتعويض رقم 10 قفشه ولا كان انت كنت شايف الامور كانت ممكن تمشي بافضل من كده؟ لا هو مش لتعويض قفشه هو الثلاثه ديفندر في نص الملعب بس يعني. في مهام هجوميه شويه زياده لديانج والحمدي فتحي بالذات في الكور الثابته بيطلع ولكن هو النادي الاهلي بيلعب ثلاثه ديفندر في نص الملعب ثابتين وبيلعب بثلاثه فراوده ثابتين وهي دي خطوره النادي الاهلي. انا مش عايز اتكلم عن النادي الاهلي كتير عشان ما اكشفش يعني ما اقولش لا طبعا يعني احنا بنحلل المباراه النهارده انما النادي الاهلي النهارده ما كانش في احتياج لرقم 10 ليه؟ لان هو مثبت كهربا قدامه محمد شريف وطاهر والثلاثه سرعة جدا والثلاثه بيلعبوا على الجون. وانا كنت عايز اتكلم يا كابتن هاني في حته ايه اللي بيميز لعيبه النادي الاهلي عن اللعيبه المحليين في مهم في جدا طبعا هم حاجتين بغض النظر عن الاداء الفردي او الامكانيات الفرديه دي هقولها اخر حاجه ولكن في حاجتين مهمين جدا هم اللي مدين النادي الاهلي تقل ومدينه قوه. نمره واحد الوعي الخططي بالنسبه للعيبه مرتفع جدا يعني كل واحد بيلعب في مركز عارف واجبات المركز ده ايه سواء كانت الواجبات هجوميه او دفاعيه مزبوط. وعارف المساحات اللي بيتحرك فيها حافظها وانا بهاجم لازم اكون فين وانا بدافع اكون فين دي مديه النادي الاهلي تقل جامد جدا وده في كل لحظه من لحظات المباراه كمان يعني على طول بالظبط يعني معظم الماتش صحيح. يعني لو قلنا الماتش مثلا 90 دقيقه الكره في اللعب 60 دقيقه او 70 دقيقه منهم 60 دقيقه لعبت النادي الاهلي حافظه ما بتسرحش. نمره 2 التمركز كل واحد طبعا انت كابتن ومدير فني طبعا على مستوى عالي انت في نقط لازم اللعيب بيوصل لها لو انا بلعب مثلا هاف باك ناحيه اليمين وانا بهاجم في نقط لازم اوصل لها صحيح وفي وانا بدافع نقط لازم اكون موجود فيها. النادي الاهلي 10/10 فالحاجتين دول بيميزوا لعيبه النادي الاهلي عن كل اللعيبه في كل الانديه المصريه ده بجانب طبعا زي ما حضرتك قلت الفروق الفرديه. نمره 3 بقى نخش في الفروق الفرديه والحلول الفرديه والمهاره والامكانيات اللي بتفرق ولكن الثلاثه دول الثلاث اسباب دول بيدوا تقل كبير جدا للعيبه النادي الاهلي. ده حقيقي. احنا بنتكلم عن اللاعب 10 بس افتكر زي ما حضرتك قلت يمكن كهربا ادى الدور ده بشكل جيد ان احنا النهارده يعني ما كانش كمان في الخطه في اساسي للمركز ده صح؟
لا مش بنتكلم مش موجوده ما كانش موجود اساسي رقم 10 رقم 10 الستايل بتاع قفشه او مثلا عبد الله السعيد الستايلات دي لا اللي موجود في النادي الاهلي دلوقتي اللي ممكن يقوم بالدور دون لو قفشه مش موجود ناصر ماهر صحيح. يعني هو اللي ممكن يلعب في الحته دي كهربا ما يقدرش يلعب في الحته دي كهربا لازم على الطرف ولازم هو فيرود يعني او راس حربه ثاني ما لعبش في المركز ده بس ما اداش يعني بشكل جيد ولو بنسبه لا ادى بشكل جيد بس مش رقم 10 مش رقم 10 كمهاجم ما الخطه ما فيهاش مهاجم هو النادي الاهلي النهارده كان بيلعب ثلاثه مهاجمين طاهر وكهربا ومحمد شريف راس حربه وطاهر فهم ثلاثه متقدمين قالوا ديانج بقى لما بيتقدم تمام وبعدين لعيبه النادي الاهلي كورتهم كلها كويسه يعني بيعرفوا برضو يعني بقدر الامكان بيعرفوا صحيح. ينقلوا بيعرفوا يباصوا كويس فما كانش مهم قوي في ماتش زي ده بالملعب بسوء حاله الملعب ان انت دوري على رقم 10 انت مش عايز صانع العاب يعني الكره مش هتمشي على الارض بالظبط انت عايزه باقل عدد من التمريرات ازاي توصلي للمرمى الفريق المنافس عايز اتكلم مع حضرتك بقى على اللعيبه الخمسه او تقريبا اربعه مش هحسب بدر بانون يعني مش هحسب بدر بانون كمان محمد شريف بس محمد شريف كم اللي عايز اتكلم عن دول اول مره ليهم اول تجربه في البطوله الافريقيه بنتكلم على لعيبه هل خاطر بيهم موسيماني نتكلم على طاهر اكرم صح بنتكلم على بيكم احمد رمضان يعني عدد من اللعيبه خطر بيهم موسيماني خاصه انه النهارده بيقود الاهلي من يعني من وهو هنا في مصر ولا شايف تجربتهم النهارده كانت عامله ازاي؟ لا تجربه ناجحه وهو ما خاطرش ولا حاجه لا بالعكس هم لعيبه مستواهم كويس هو عايز يديهم عشان يقدر برضو يحكم ويقيس امكانياتهم على يعني على ارض الواقع بيشوفهم وأدوا بشكل كويس جدا أكرم النهارده عمل ماتش كويس جدا جري أيه. كتير جدا عمل مجهود رهيب وهو أكرم يعني إجادته أنه هو بيلعب عارف إمكانياته كنت لسه أسألك على أكرم أنت شايفه باك يمين ولا شايفه وسط ملعب لأن في بعض الماتشات كان بيلعب أكرم لعب باك يمين وشفنا كمان عايز أكلم حضرتك في نقطة بيكم إحنا يعني شفناه في المنتخب الأولمبي هو سردي باك كويس النهاردة بيلعب ناحية اليمين بيأدي بشكل مش وحش كويس رؤيتك للاثنين دول بالذات في مركز الباك اليمين يعني انت شايف اكرم يؤديها افضل بيكم بيؤديها بشكل مناسب ولا دي مجرد موسيماني وجهازه الفني بيشوفوا بدايل وبيشوفوا حلول انك يكون عندك لعيب بيلعب اكتر من مركز بالظبط لا هما بيشوفوا بدايل وبيشوفوا حلول وبيشوفوا يعني هل اللعيبه دي تقدر تلعب بيستخدمها في اكتر من مركز لا بس بالنسبه لاكرم لا اكرم انا شايفه هو وسط مدافع بس هو ملوش يعني ملوش مركز تاني يعني ملوش مركز تاني ممكن يلعب فيه ممكن يلعب ولكن انا بتكلم بدرجه الاجاده لا يعني هيلعب باك رايت هيلعب بس مش هيدي لك بقى نواحي هجوميه واوفرات وتغطيه من الجانب العكسي وكور عاليه يطلع يعني هو هيلعب ولكن مش بنفس مستوى الاجاده لما يكون عندك ظهير ايمن ممكن ايمرجنسي يعني في اوقات طارئه ممكن 10 دقايق يقف فيها يشتغل فيها انما مش هتطلب منه الكمال يعني ولكن هو كديفندر هو متفوق لان مجهوده كبير جدا التايمنج بتاعه في الدخول واستخلاص الكوره وهو ده اهم حاجه بالنسبه لاي لعيب بيلعب ديفندر نمره واحد التايمنج بتاعه في الدخول مظبوط ازاي امتى بيختار الوقت ان هو يقدر يهاجم اللاعب اللي قدامه عشان ياخد الكوره وفي نفس الوقت بس انا عندي ملحوظه بس في نفس الوقت ان هو يقلل من الفاولات كتير امال مين يعني ازاي يستخلص الكوره بدون ما يعمل فاول عشان ما يقعدش ياخد انذارات امال مين اكتر لاعب عجب النهارده كابتن خالد جدالة بعيدا عن ديانج طبعا يعني مش عارفه تتفق لا النهارده ديانج متالق بعد عودته كمان من الاصابه لا هو الهدف بتاع ديانج هو اللي حلو قوي طب تمام انا بتكلم مين بقى اللاعب اللي عجبك لا هم كلهم النهارده كانوا كويسين وكلهم بنفس الحاله اكتر لاعب لا ما كانش في حد مميز قوي لسوء حاله الملعب الملعب ما يديكيش يعني مش ما يديكيش فرصه ان انت تتكلمي على حد مميز في الاداء لا في المجهود ماشي في الجري ماشي في الالتحامات ماشي في استثمار الفرص فهو النهارده المكسب ان انت كسبتي الماتش بره ملعبك المكسب في اللعيبه الكتيره اللي لعبت جديده اول مره بتاخد فرصه المكسب ان طلعنا من غير اصابات فانا نجم الماتش النهارده الهدف بتاع اللي جابه ديانج النهارده هدف ديانج هو نجم المباراه طبعا لان هو الهدف مش سهل برده كره على هاف فولي وعلى رجله الشمال وممكن مش اي حد يقدر يعني. وخاصه واحد احنا دايما متاخد ان الديفندر او اللاعب الديفندر ده بيكون مهاريا بالظبط مهاريا في ناحيه التصويب والكلام ده بيبقى قليل طيب
النقطة اللي عايز أخد رأي حضرتك فيها، وأكيد أنت حضرتك مدرب كبير وعارف كل ما القماشة وسعت عند حضرتك لا بيكون عندك أريحية في اختيار اللعيبة، عندك أريحية، وخاصة النادي الأهلي هيلعب بطولات كتيرة منها إن شاء الله بطولة السوبر المصري والأفريقي، وداخلين على كأس العالم للأندية. إن رجوع طبعا الإعارات مع انضمام بدر بنون وأحمد بيكهام وطاهر محمد طاهر، أعتقد ده خلى فيه أريحية للجهاز الفني في اختيار اللعيبة بشكل كبير فيه يعني. طبعا بشكل كبير جدا، لأن أنت بتلقى النادي الأهلي بيلعب على كذا بطولة، بطولة دوري عام، بطولة كأس مصر، بطولة أفريقيا، رايح كأس عالم أندية، أنت محتاج لعيبة. وأنا دايما بحترم المدير الفني، يعني أنا في قصة يجي يقول لك ثبات التشكيل، أنا الكلمة دي ما بحبهاش. لا خالص، لا ثبات تشكيل يبقى خلاص نخلي الفرقة 14 لعيب وبلاش الصرف ده كله. يعني ما أنا مش هينفع إن أنا مثلا يبقى عندي 30 لعيب بصرف عليهم عقود ومش عارف يعني واتيفر بقى كام، 50 مليون جنيه 100 مليون جنيه في السنة، واجي ألعب 11 واحد بس. طب ما أنا خلاص ماشي أخلي الفرقة 15 لا أخلي الفرقة 15 محترف بديهم فلوس وخلاص الباقي أطلعهم من الناشئين، يعني أوفر فلوس. يعني هي عملية كرة القدم دلوقتي احتراف وبتتقاس بكده، فطالما انا ارتضيت ان انا عندي نجوم وبشتريها بفلوس لازم استفيد منها. بس الروتيشن يا كابتن برضو محتاج وقت معين. مش في الحدود بالظبط، في الحدود. ما هي دي، ما هي يعني انا بصعب، انا كده بصعب على المدير الفني. هي مش روتيشن بمعنى ان انا كل ماتش هلعب ب 11 لعيب جداد، لا، امتى انا هحط نمره واحد؟ انا الكلام ده هعمله بناء على امكانيات الفرقه المنافسه اللي انا هلعب ضدها. مظبوط، فاقدر اشيل دون واحط ده واشيل دون واحط ده. وخلي بالك دلوقتي يعني الكوره ما بقتش مفاجآت زي زمان. لا الفوارق في الامكانيات الفنيه لا بتبان، يعني انت من الاول لو انت بتتفرج كويس وعينيك كويسه وما بتتخمش في لعيب، لا هتقدر تقيم نفسك كويس قوي وهتقيم اللي قدامك كويس قوي. فمش تتخم، مش هيحصل فيك اي ريسك. يعني زي مثلا اللي في العاب القوه مثلا 100 متر دي ارقام، مش يعني مش واحد هيبقى بيعمل بيجري 100 متر في 13 ثانيه هيكسب اللي بيجري 10 ثواني، عمرها ما هتحصل كده. فهي في الكوره دلوقتي كده، يعني في الكوره دلوقتي الامكانيات بتاعه اللعيبه واضحه وفارقه، هي بتبقى محتاجه العين الكويسه اللي تقيم امكانياتك انت كويس لعيبتك وامتى تستخدمها وقدام مين تستخدمها وتقيم الفريق المنافس في امكانيات لعيبته. طيب كابتن خالد، قبل ما نروح بقى الماتش العوده مع سونديب الشهر اللي جاي ان شاء الله، عايز اتكلم مع حضرتك عن شعبيه الاهلي في افريقيا مش بس النيجر. النهارده معانا حالا يمكن فاروق صلاح زميلنا من النيجر كان بيتكلم عن مدى شعبيه النادي الاهلي في افريقيا وتحديدا في النيجر، بس انا عايزه حضرتك تكلمني عن اللي حضرتك شفته وعايشته بنفسك لما كنت بتلعب البطولات في اي دوله افريقيه. كنت بتشوف شعبيه الاهلي ازاي؟ كبيره جدا. شعبيه النادي الاهلي على مر الاجيال وعلى مر الازمنه لا كبيره جدا. النادي الاهلي نادي القرن الافريقي، اقوى نادي على مستوى القاره الافريقيه على مر العصور بدءا من الثمانينات التسعينات والالفيه ودلوقتي. فطبعا شعبيه النادي الاهلي كمان ببطولاته، ما هو بره الشعبيه دي بتيجي من ايه؟ من البطولات. فبره الراجل مثلا، انا اتفرجت على لقاء مع رئيس النادي بتاع سوني محمد شيقة، سيد محمد شيقة، يعني احنا بنلاعب بطل القاره. طيب ما هو من البطولات، هو عارف يعني ايه النادي الاهلي ويعني ايه البطولات اللي خدها. قال لك حظنا سيء يعني وكده وده. فشعبيه النادي الاهلي طبعا كبيره جدا جدا جدا. وكنتوا بتقابلوا ازاي ده كابتن؟ انا يعني قول لنا كواليس كده ساعه ما بتنزلوا يعني في اي دوله افريقيه بيبقى استقبال، انا عارف يعني استقبال الجماهير ازاي، في بيبقى شكل عدائي شويه وهنكسبكم ويقعد ثلاثة واربعة، وفي ناس بتبقى بتيجي وتتصور مع حضراتكم يعني بيقول لكم النجوم الكبيره يعني. بس ده كان بيحصل بعد الماتش، بعد الماتش تلاقي على طول كده وبتاع، وبعد الماتش بقى يجوا يتصوروا. الشعوب الافريقيه كلها جميله جدا. صحيح ده فعلا، وطيبين جدا ومحبين جدا لمصر وبالخصوص النادي الاهلي على مستوى كره القدم. بيحبونا جدا وعارفين كل النجوم، يعني كابتن الخطيب مثلا لما كنا بنروح الناس كلها بتصور معاه اكنه في مصر. يعني يمكن هنا الناس ممكن تتكسف مثلا تروح تصور معاه، ولا لا بره في افريقيا مين اللي بيتكسف يتصور مع بيه؟ يعني عشان ما ما كابتن خالد يتكسفوا ان هم مثلا يتعبوه او لا، انما بره بيروحوا على طول ويتصوروا معاه. شعبيه رهيبه يعني.
بعد الفاصل هنكمل مع حضرتك في البيت الكبير وكلام كبير جدا عن مباراة النادي الأهلي مع سنديب النهاردة والشهر الجاي بإذن الله في العودة. البيت الكبير رجعنا مع حضراتكم والكابتن الكبير خالد جدلة منورنا يا كابتن مرة تانية ومستمتعين بحضرتك ولقائك. كنا بنتكلم على طبعا مشوار إن شاء الله النادي الأهلي في الدوري بداية إن شاء الله يوم الاثنين مع مباراة أعتقد مباراة صعبة على المستوى كمان مش الفني لكن على المستوى الأداء. أداء نادي الاتحاد في الفترات الأخيرة بيأدي بشكل كويس خاصة أمام النادي الأهلي في قبل النهائي كاس مصر. رؤيتك إيه للمرحلة الجاية بداية من مباراة الاتحاد السكندري؟ مباراة الاتحاد هتبقى يعني مش صعبة غلسة غلسة يعني بلغة الكورة كده بالظبط يعني بلغة الكورة هتبقى غلسة لغاية لما النادي الأهلي بإذن الله نقدر نجيب جول. يعني النادي الأهلي بالذات في مباراة الدوري كل لما يبقى الأهداف تبقى بدري الماتشات هتتفتح لأن هي المشكلة أن كل الفرق على مستوى الدوري اللي بتقابل النادي الأهلي بتنزل بتلعب ديفنس بنسبة 95% صحيح. يعني نواحي الهجومية تكاد تكون معدومة فبتبقى العملية صعبة جدا أن أنت بتلاقي فرقة كلها ما بتهاجمش عليك ما فيش مساحات كلها متكتلة فأنت طبعا بتبقى يعني المفروض يحصل فيه يبقى تنوع في الأداء الهجوم. أنت بتعمل اختراقات من على الأجناب وبتشوت من نص الملعب وبتخترق من نص تقدر تفك اللوغاريتمات الدفاعية دي. فبمجرد النادي الأهلي بإذن الله يجيب جون الدنيا بتتفتح لأن الفرق بتبتدي تهاجم عشان تبتدي تعوض. ده وضع طبيعي ولكن فرقة الاتحاد حسام عامل شغل كويس جدا وحسام دايما بتلاقي الفرقة اللي ماسكها من نواحي البدنية فت قوي من السمات الإرادية عندهم سمات إرادية عالية قوي. نادي الاتحاد جايب سيسي هايل عامل مستوى رهيب جدا يعني في كل ماتش بيتألق ولعيب سنه صغير وبيهدف عارف سكة الجون. فرقة الاتحاد جابت لعيبة على مستوى كويس ولكن الفروقات كبيرة بس بإذن الله طبعا. لعيبة النادي الأهلي كمان الميزة اللي فيها ان هم بيقدروا يفصلوا يعني بيطلعوا من مباراة في بطولة أفريقيا داخلين على الدوري وبيفصل بيقفل الملف ده ويفتح الملف الثاني وبيبتدي يدرس الفرقه اللي هيلعب قدامها وامكانيات اللعيبه اللي قدامه وبيقدروا ان هم يعني يمشوا نفسهم كويس. طبيعي طبيعي بالظبط. بس احنا النهارده بنتكلم يمكن عن ظروف غيابات كتيره جدا يمكن في ظروف صعبه لكن برضو بنتكلم عن قايمه يعني امتدت ل 40 لاعب. النهارده عندنا 40 لاعب تقريبا في قايمه قرار لجنه الثلاثيه. بتشوف ده بقى يعني هياثر ازاي على تنظيم المسابقه؟ احنا النهارده امتى نشوف جدول منتظم للمسابقات يا كابتن خالد؟ لا مش هنشوف. مش هنشوف ليه بس؟ لا مش هنشوف ليه؟ لان احنا اصل الكلام ده بقاله يعني احنا بقالنا 10 سنين اكتر يمكن يعني احنا بنتكلم كده على طول. يعني انت جدول يبقى منتظم ازاي؟ هيبقى منتظم ازاي؟ يعني لازم يكون منتظم لما يكون اتحاد الكوره ناس احترافيين. انا يعني اتمنى لما يكون في لجنه الانديه المحترفه لما تتكون هي اللي هتكون هي بقى اللي هي المسؤوله عن الكلام ده. فهيبقى فيها المفروض اعتبارات ما تبقاش موجوده. جدول الدوري لازم كل الناس تحترمه يعني كل الناس تحترمه وتلتزم بيه زي كل دوريات العالم. احنا بنشوف الدوري الانجليزي والدوري الايطالي انما احنا كل سنه بنقول نفسنا في جدول منتظم رئيس لجنه المسابقات يبقى موجود ويمشي ويجي واحد تاني نلاقي هو ده الدنيا. هو ده املنا كابتن. هو لجنه احنا نتمنى رابطه الانديه المحترفه بالظبط رابطه الانديه المحترفه هي ده املنا ويكون ناس بقى محترفين شغالين فيها ما بيعملوش حساب بيعملوا حساب بس لصالح الكره المصريه صحيح. وصالح الكره المصريه هيبقى في ايه في انتظام جدول المسابقه انتظام المواعيد. طيب جدول المسابقه وهناخد تقييمك بقى للثلاث اسابيع احنا في الجوله الثالثه ويمكن بدايه الدوري بدايه موفقه من وجهه نظري على المستوى على المستوى الفني. رؤيه حضرتك ايه للثلاث اسابيع اللي فاتوا وخاصه للفرق الصاعده بنتكلم على اسوان البنك الاهلي سيراميكا والتنافس شكله ازاي في الاسابيع الاولى وغزل المحله اسف لا في تنافس يعني بالنسبه هو الدوري بتاعنا هاني لما نيجي نتكلم عليه بعيد عن النادي الاهلي الفرق الثانيه كلها في اي ماتش ممكن اي فرقه تكسب اي فرقه يعني انت قاعد تتفرج صحيح اي فرقه تكسب الفرقه اللي قدامها وممكن الماتش اللي بعديه يفرق يعني هو ده الدوري بعيد عن النادي الاهلي. النادي الاهلي بقى دي قصه ثانيه يعني النادي الاهلي طبعا هو بيكسب كل الماتشات باذن الله ان شاء الله ولكن الفرق الثانيه يعني مش معنى ان اسوان كسب ماتشين هيكسب
لا انت ممكن اسوان السته بونت اللي اخذتهم دول اول تلت لا يعني تلت اول بونت ياخده مثلا في اخر ماتش في الدور الاول. حضرتك بتتكلم على الاستمراريه طبعا. هو البطل بتاع بطل الدوري بطوله الدوري غاليه ليه؟ لان هي عايزه نفس طويل وعايزه استمراريه وعايزه ثبات في المستوى. يعني هو اللي دايما اللي بياخد بطوله النادي الاهلي بياخد بطوله الدوري ليه؟ لان النادي الاهلي ولاعيبته بيبقى عندهم ثبات في المستوى على مستوى الموسم بنسبه 70-75%. المستوى ما بيقلش غير الفرقه الثانيه. الفرقه الثانيه بتيجي تلاقي ماتش النهارده كويسين قوي والماتش الجاي وحشين جدا والماتش اللي جاي نص نص وبعدين وحشين قوي وبعدين كويسين. مفيش ثبات ومفيش يعني. فهي دي يعني اسوان كسب فرق انت لما من قبل الماتش ما تقولش ان اسوان هيكسب. وبعدين البنك الاهلي مثلا لما جه بيلاعب سيراميكا كليوباترا ما الفرقتين لسه طالعين وفي تواضع في اداء الاسماعيلي كمان لسه ما ظهرش بالصوره الاسماعيلي الله يكون في عونه يعني ال 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 فهو الفرق في الدوري ما فيش ثبات في المستوى. وزي ما بقول لك اي فرقه ممكن تكسب اي فرقه يعني اي فرقه بتلاعب الفرقه الثانيه بس مفاجاه يا كابتن ان دايما واخدين ان اللي طالع من الممتاز بايه او من الدرجه الثانيه بيبقى يمكن اول ثلاث اسابيع بيبقى فيه تعثر شويه او مفيش شكل كويس على غير العاده. اعتقد السنه دي ظهر غزل المحله بشكل مش وحش يعني عنده يعني عدد من النقاط لا باس بيها بالنسبه لاول ثلاث اسابيع. عم نتكلم على سيراميكا اول اسبوعين بيكسب ولسه عنده مباراه. بنتكلم على البنك الاهلي كمان. البنك الاهلي عنده اربع نقاط من ثلاث مباريات. فدي يمكن اول مره تحصل في الدوري المصري ان الثلاثه اللي طالعين من الممتاز به بيحققوا هذه النتائج. ده ياكد لنا ان هناك تقارب في المستوى. حتى اللي طلع مستوى قريب من اللي موجود يعني. ما انا بقول الفلوس ما فرقتش يعني اكيد التدعيمات فرقت. لا يعني الامكانيات بتاعت اللعيبه انا اقصد. امكانيات اللعيبه الفلوس. انا بتكلم على امكانيات اللعيبه العناصر نفسها. يعني الثلاثه اللي لسه طالعين من الممتاز بيه دعموا نفسيهم بيكسبوا ام بي وبيكسب هنا وبيكسب الانتاج الحربي مظبوط. اللي معاهم مدربين بيشتغلوا بقالهم فتره كبيره وعندهم خبره. فهي ملهاش مقاييس. انا بشبه معلش يعني مش عايز بس يعني ايه انا بشبه ماتشات بعيد عن النادي الاهلي يعني بعيد عن النادي الاهلي. الماتشات بتاع الدوري دي عامله زي التقسيمه. هي تقسيمه مفتوحه الفرق مع بعض واللي موفق في اليوم ده بيكسب. الفروقات قليله يعني خلاص الفروقات بقت قليله ما بين الفرق يعني. قليله جدا. والمفروض بقى يبقى الفروقات برضو في التعاقدات في الفلوس تبقى قليله لان احنا بنشوف حاجات برضو الواحد بيسمع عنها بيتخض صحيح ما بيلاقيش مردود ليها. يعني ماشي اوكي انا ممكن اخد 10 مليون في السنه بس بعمل ايه؟ صحيح. لازم تديني حاجه اللي تشجعني ان انا ادي لك الفلوس دي. مزبوط. ما تبقاش العمليه يعني مش باينه يعني. طيب النهارده مر ثلاث اسابيع يعني على بطوله الدوري لحد دلوقتي قيمت يعني شكل الدوري شكل البطوله ازاي؟ لا هي شكل البطوله النادي الاهلي هيبقى فرق كبير يعني فرق مع مر طبعا مع مر باذن الله مع مر الماتشات مع مرور الماتشات وزياده عدد الماتشات لا الفرق هيبقى النادي الاهلي يعني في الصداره بفرق كبير والباقي كله بيصارع. احنا السنه اللي فاتت الدوري بتاعنا لما نيجي نحلله في الاخر هاني ضحك لما نيجي نحلل الدوري في الاخر النادي الاهلي بطل طبعا تمام ثلاث ارباع الانديه اللي بتلعب بتصارع على الهبوط مش صحيح. دي حقيقه صحيح. ولا احنا انا ما بقولش حاجه يعني ثلاث ارباع الانديه السنه اللي فاتت كانت بتصارع على الهبوط. صح على الهبوط طيب يبقى خلاص يعني خلاص يعني هي العمليه واضحه. الموسم ده مختلف كابتن خالد؟ اتمنى انه يكون مختلف. اتمنى ان يكون في نديه ما بين الفرق لان ده بيرفع من مستوى اداء من مستوى اللعبه وبينعكس على مستوى المنتخب الوطني. أيوة. يعني يبقى حسام عنده فرصه ان هو بدل ما يبقى بينقي في 20-25 لعيب يبقى 40 لعيب يعني الدنيا توسع شويه. انا اتمنى ان المستوى يرتفع واتمنى ان يكون في نديه ويكون في منافسه ولكن يعني انا شايفها صعبه. شايفها صعبه طبعا. ده على مستوى اللعيبه يا كابتن. على مستوى المدربين كنت بتكلم مع حضرتك طبعا اول يعني مدرب يتم اقالته ريكاردو المدرب نادي الاسماعيلي. شايف الجزء المهم في اللائحه الجديده او القانون الجديد اللي حطه اتحاد الكره ان مفيش مدرب يدرب ناديين في نفس الموسم ده قرار جيد ورؤيتك للمدربين عامه
وخاصه عندنا مجموعه من المدربين الشباب شويه، مش هقول الشباب يعني هم يعني اكتر من الشباب شويه، لكن ظهروا بشكل جيد. يعني بنتكلم على علي ماهر رجع تاني بشكل كويس، يمكن عماد النحاس، يعني احمد سامي في سموحه، بنتكلم يعني بعض سامي الشيشيني مع اسوان عامل شكل كويس. رؤيتك للمدربين المصريين او المدربين الموجودين في الدوري المصري السنه دي؟ انا ببقى سعيد جدا لما بشوف وجوه جديده. وجوه يعني جديده طبعا، لان انت كل ما القاعده بتوسع عندك هتقدر تميز مين الكويس ومين الوحش، وده سعره ايه وده سعره ايه. فغير لما تبقى العمليه مربوطه على 5-6 مدربين عمالين بيلفوا والدنيا بتبوظ، يعني الدنيا بتبوظ من غير ما حد بيدرى. ما هو انا دلوقتي لما بروح نادي ما نجحش فيه وبعدين امشي اروح نادي، وانا بعديها بيومين انا لا يعني العمليه الدنيا بتبوظ يعني، واللعيبه يعني السيستم ده لازم يقف. فانا نفسي اشوف في الدوري مثلا عندنا 30-40 مدرب بيشتغل مستمرين كمان. لا يعني ده شيء ليه؟ لان بره يقول لك ما فيش مدرب حتى لو ناجح ما تقعدش مع الفرقه اكتر من سنتين. انت هتجيب كلام جديد منين؟ سنتين ثلاثه بالكثير بالظبط كده. هتجيب كلام جديد منين؟ هتجيب دوافع جديده منين؟ هتقول للعيبه ايه؟ ما هو اللعيب بيستمد قوته من المدير الفني. بس القرار ده في حاله انه تم، يعني ما تمش اقالته، هو اللي مشي بروحه كده يعني. بس في حاله تمت اقالته لا يحق له انه يدرب نادي اخر. وبعدين موضوع الشغل عندنا ده مرتبط بوكيل بسمسار بعلاقه مع، يعني هو يعني بعيد عن الايه الكفاءه دي بتبقى اخر حاجه. نعم. يعني عندك علاقات كويسه ممكن هتشتغل. وانا دايما اقول ايه، الراجل اللي بيشتغل في مجال التدريب يبقى ذكي جدا لما يعرف السكه اللي تخليه يشتغل مش ان هو يعرف يشتغل. خد بالك المدرب دي عمليه صعبه جدا، يعني شغله التدريب صعبه جدا بس لو هتشتغليها صح. وفي نفس الوقت هي سهله جدا ممكن اي حد يشتغلها لو هتشتغليها اي كلام. انا مش هشتغلها اكيد. انت فاهماني؟ لا يعني انا الكلام ده طبيعي، يعني انا اتفق معاك تماما يا كابتن. اللي بيشتغل بروفيشنال مهمه المدير الفني بتمتد 24 ساعه في اليوم، انت بتفكر في تمرينه وبعد التمرينه وتقييمك وماتشات ولاعيبه، خاصه في مصر انت عندك كمان مسؤوليات تانية، انك مسؤول حتى عن النواحي النفسيه للعيبه، هتكلم ده شويه وتكلم، يعني الامور بتبقى صعبه جدا. وتقييمها في الاخر انا متفق معاك ان التقييم المدرب في مصر لا يزال بشويه من المجاملات، شويه من الاتصالات، علاقات. فده ده بيغيب مجموعه من المدربين الموهوبين بشكل كبير بالظبط. يعني واللي بيبقى حاسس عنده ان اللي بيبقى حاسس ان هو عنده امكانيات كويسه بيزهق من الجو ده فيبعد، يعني طالما هو كمان مش محتاج ان هو يشتغل. ودي نقطه. فانا اعرف ناس كتيره جدا مبسوطه مش محتاجه ان هي تشتغل، ولكن موهوبه جدا، يعني هو مش محتاج ماديا ان هو يشتغل ولكن موهوبه جدا، ولكن من ظل الظروف العشوائيه مش قادر يخش في مش قادر يخش فبيزهق فيبعد، يعني خلاص بتجي له حاله يعني سوري مش عايز، يعني لان مش ده الجو. يعني هقول لك حاجه، انا مثلا كنت لما بسافر السعوديه او الامارات او انا رئيس النادي ده ما كنتش بشوفه، انا بروح كل يوم امرن وامشي ما بشوفش حد ولا اعرف مين رئيس النادي، انا بشوفه مره واحده بس امضي معاه العقد وانتهينا. ولا اعرف مين عضو مجلس اداره ولا صحفي، ماليش دعوه، انا بروح بعربيتي امرن مع لعبتي ومع فرقتي وامشي. كل اداره مستقله بذاتها. لا يعني ما فيش صله تانية غير أيوة شغل. ايوه هم ليهم نتائج، انت عندك نتائج بتعمليها كويسه والدنيا ماشيه كويس خلاص بتستمري. والله نتائج مش كويسه من غير يعني علاقات ومن غير كلام العمليه سهله جدا، يقول لك لا متشكرين. ده انا جيت في سنه مش فاكر 2008 او 2005 كنت رايح نادي بنياس في الامارات. بنياس طبعا ماسك فرقه الشباب. اوكي كويس. يعني فريق الامل اللي هو تحت الفريق الاول. هم كان الفريق الاول لسه كانوا في الممتاز بيه ولسه طالعين الدوري الممتاز. فانا كل يوم رحت في الصيف فعملت تمرين صبح وبعد ظهر. الاداري معايا كان امراه قال لي يا كابتن ما حدش هيجي وبتاع، قلت له مش مهم هنعمل. قال لي ما بيصحوش بدري وما بيطلعوش الصبح، احنا نعمل ونيجي احنا. هو طبعا هو مش عايز يجي هو نفسه عايز ينام بس هو كان صاحبي كده، قلت له احنا نروح لو ما جوش خلاص نبقى نقعد بقى نفطر نشرب الشاي نتكلم مفيش مشكله. رحنا مفيش لعيب غايب، لعيب كوره بيحسك من كلامك، من في لعيب كوره وانت بتتكلم ما يبربش بعينيه، يفضل عينيه عامله كده عايز يعني مستخسر يبربش. شخصيه المدير الفني طبعا. اشتغلنا كده، قعدت اشتغل قعدت شهر ونص
وبعدين كل ما انزل التمرين الاقي ناس واقفه في الملعب الصبح 7 الصبح، طب دول ايه يعني، وتليفونات قعدوا كده 3 اسابيع. بعد 3 اسابيع لقيت تليفون قال لي انا فلان الفلاني مدير مكتب الشيخ عمر بن زايد نائب رئيس النادي، وهو عايز يقعد معك. رحت قال لي انت هتشتغل في الفريق الاول. قلت له يا شيخ عمر معلش انا عايز افضل مع فرقتي، انا بشتغل وفريق الاول ممكن ماتش ماتشين هنخسر همشي. قال لي لا انا عايزك معايا. طلع ان الناس اللي كانت بتجي لي التمارين الصبح دي قلت بيتفرجوا عليك، بيتفرجوا بيقيموا شغلك. طلعت السنه طلعت كان جايب مدير فني الماني اشتغلت معاه، بيلعب في مونشن جلادباخ ونسيت انا اسمه، اشتغلت معاه السنه عملنا ماتشات هايله فانا بقى يعني، وده من غير بقى ولا علاقات ولا هو بيقيموا شغلك يا كابتن، بس بيقيموا شغلك فقط لا غير، هو اللي بيخليك لا اما تكمل لا اما تتغير لا اما تقعد. طب كابتن خالد عندنا دقيقه اتفضل. وكنا بنسال قبل الفصل عن مباراه العوده ان شاء الله للاهلي مع سنديب، بتتوقع الماتش هيمشي ازاي؟ لا باذن الله هنعمل نتيجه كويسه وهنقدم عرض كويس جدا يعني باذن الله تعالى، لان فرقه سنديب مش يعني هي متوسطه المستوى، بيجروا كتير ولكن احنا طبعا هنا بارضيه الملعب كويسه وكره على الارض ولعبنا بقى اللي لا باذن الله هنكسب مكسب كويس يا رب ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله. نورتنا يا كابتن، الله يخليك. والله نورتنا ودايما سعيد بوجود حضرتك على المستوى الشخصي، حضرتك قيمه كبيره جدا ربنا يخليك، وكمان كلام بره الصندوق ومعلومات بره الصندوق حبيبي ربنا يخليك. انا سعيد جدا وانا معاك ومع سيحه. شكرا جزيلا لك يا كابتن خالد. شكرا جزيلا. دي كانت حلقتنا النهارده مشاهدينا في البيت الكبير، بكره ان شاء الله حلقه جديده في البيت الكبير من 10 ل 1. صباح الخير.